تلاقيه موظف مثلا بالجيش ولا بالشرطه وانت للحين مثلا قاعد طالع نفسك تقول انا انطر والله تخصصي. لا هذا غلط، اشتغل وروح وين ما يقطونك الحكومه، وين ما تقطك، لان صدقني لو هم عندهم يعني عندهم امكانيه ان يحطونك بالمكان اللي انت متخصص فيه صدقني اول شيء راح يسوونه انه راح يحطونك في غلط رئيس التخطيط. ما في يعني انا بتخرج هندسه 5 سنوات مثلا تعب، ويعني تدري شلون كيف راح هندسه. اكيد انت بتصير مهندس، اخرتها يقطوني مكان كلش مو مكاني. انا ترى لك احباط. لا تحبط. لا ادري بس كيف بني ادم يعني عموما انت يعني مكافح من عمر قال حق الشباب كلها انا راكم مهندس شيء اكيد مجالك حمود اسمع حمود لو شعرين يضيق صدق. شوف انا ان شاء الله مجال مو مجالك بس انت تقدر تبدا يعني تبدا بالموضوع هذا ان انت شنو انت تقول انا ما راح اياس يبي له باله طويل صبر طويل انا ما راح اياس انا اشتغل بالمكان هذا بس بنفس الوقت انا قاعد اقدم سي في مالي على كذا شركه خاصه لان القطاع الخاص يستفيد من ذو الخبرات والناس اللي هم عندهم اساسا شهادات عاليه يعني معدلها قوي انت اكيد راح تكون يعني من الناس الاوائل اللي راح يستفيدون منك القطاع الخاص ومعاشاتهم اقوى بعد من الحكومه. هذه شغله كان مهندس ولا هذا انا قاعد اتكلم او حتى دكتور. غير كذي ان انت لما تمقعد صدقني راح تحس باحباط الدبل، لكن لما تشتغل وتروح ومني ومنك ومع واسطه خفيفه راح ترد المكان. شوف رجعت انا شوف لوين مع واسطه خفيفه راح ترد انت حق التخصص اللي انت فيه. اوكي اذا ما عندي واسطه شوف مش قاعد اقول لك اذا ما عندك واسطه ما اقعد واحط ايدي على خدي واقول والله انا يا خسرت انا اقول لك شغله جلال 5 سنين اللي اشتغلت وين طبيعي. لا دقيقه وين غلط الرئيس؟ الغلط الرئيسي ما بتخطيط. شوف الغلط الرئيسي احنا شوف احنا نقول لك ان هذا الوضع انا مو ذنبي اتخرج عندي شهاده قويه انا ايش قاعد اقول لك هذا انت الخطا الرئيسي من وين؟ من الحكومه صح ان هي ما قاعد يعني ما قاعد يعني كل سنه ما قاعد تطور ما قاعد تكبر ما في تخطيط اهم شيء تخطيط. شوف انت لما تدري ان انت عندك كل سنه من طلاب الجامعه فوق ال 5000 6000 طالب قاعد يتخرجون وين توظفهم؟ هل هذيل اللي انت تشوفهم طلاب ما شاء الله عليهم كف وعندهم شهادات وعندهم هذا بدل ما انا اقعد واحبطهم مثل ما انت قلت واوديهم تخصصات متخصصهم اخليهم يشتغلون ينزلون باي مكان يملون المكان يملون الفراغ واذا صار في نوع من انه مثلا فلان والله يلا نبي ننقلك نبي نوديك مثلا مكانك اللي هو تخصصك هذا صح لكن انت ما تخليني انا بس اعيش على موضوع ان انا مهندس واروح الصحه او انا مثلا بالطب واروح مثلا مكان اداره مثلا وزاره صح. الداخليه ولا مالك شغل بالموضوع هذا يعني شوف قاعد نشوف ناس وايد قاعد يشتغلون مكاتب او يخلصون معاملات او بالصحه او باي وزاره ما يفهمون الشغل شهاداتهم يعني هو متخرج يقول اعلام يقطونه صحه يقطونه ما ادري وين هذا ايش فهم يعني مثلا مثل ما انت قلت مثلا انت تكون دارس مثلا اعلام دارس اعلام وحالتك حاله ومني ومنك وهذا شك بوم قطوك وزاره الكهرباء والماي زين انا زين انا مالي شغل بوزاره الكهرباء والماي بس انت صدقني لما تكون هناك بينك وبين نفسك وتحس بلذه المعاش ولما ينزل لك معاشك وتحس ان انت قاعد تصرف على نفسك ومو عاي او يعني مو قاعد عاله على البيت صدقني انت راح تكون مبدع والله العظيم. ليش؟ لان باي وقت باي لحظه ممكن ان انت ترجع حق التخصص مالك صح تكون انت اكتسبت خبره صح. صار عندك اكسبيرينس بالعمل معارف صرت انت عندك معارف الناس اللي تعودت عليهم ويمكن تحب هالمجال ايوه ويمكن تحب المجال هذا وتقول خلاص يعني صدق ان انا درست التخصص هذا لكن انا قلبت بمكان ثاني وعندي خبرتي بالتخصص الاساسي اليوم تلاحظ في مخرجين ما شاء الله كويتيين لا دارس اعلام ولا شيء موهبه من الله يعني, يعني يعني انا اقول لك شغله في وايد مذيعين مو دارسين اعلام حتى مطربين ولا لهم بالاعلام ولا اساسا بطل كتاب في يوم من الايام عن الاعلام تصير عنده فطره الموهبه انه هو اساسا يكون مبدع انت لما تشوف هذا يكون متميز اكثر من اي مذيع دارس اعلام ومتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحيه وعنده شهادات صدقني ما يبدع مثل الانسان اللي هو مبدع بالفطره احب الشغله في شغله بعلق عليها بس انت صبر. قلت ان لا يصير في احباط هو شيء طبيعي اي شخص يكون متخصص شغله معينه ويروح يتوظف غير هالشغله اللي هو متخصصها راح يصير في احباط بس هذا مو معناته انه هو نفس ما انت قلت قاعد يحط ايده على خده ويسمع اغنيه محمد المسماح احط ايدي على خدي وانطر وين يقطوني اغنيه ليلى يقدر هو يحول محمد الجلاد اغنيه ليلى سامعها؟ اي وايد غنها يلا ما حافظها قفشلك انا الحين راح انقذك بهالسالفه بساعدك انا بهالموضوع بطلع من مسافه الاغنيه
يقدر انه هو يحول سالفه الاحباط وانه هو حاشته خيبه امل وكل هالامور، لانه هو نفس ما انت قلت يبدع يعطي اللي عنده. يمكن هو لو عطى اللي عنده عطى اللي عنده حق هالمجال، يمكن احد يشوفه بمجال ثاني يقول له والله احنا نبي التخصص الفلاني، او نبي واحد يشتغل الشغله الفلانيه وهو اساسا تخصصه كذي. فما تصير انه هو ما يشتغل نهائيا، لان حتى لو تم قاعد ما راح يستفيد اي شيء، لا خبره ولا راح يعرف اي شيء، حتى يمكن الشغله اللي دارسها راح ينساها. بعدين في شغله، انا ادرس هندسه اعرف شنو معاشي، اذا قطوني باي وزاره ثانيه راح يكون معاشي اكيد اقل من الهندسه. فاحنا بالكويت حمود قاعد يكلمك. والله قاعد اسمع رب الكعبة. انا قاعد اسمع حمود. حمود تدري شنو انت المفروض تكون مركز، ان انت شنو انت قاعد تسولف، تدري ان انت بجو جاذرنج، ان انا قاعد اعزمه على دونت وهو ما يبي ياكل، فانت سولف عادي حمود. لا بس خلاص طارت لا ما طارت موجوده زين. قاعد احنا بالكويت هني لما الواحد يكمل دراسته اقول بس قاعد اقول لك ان اكثر تفكير راح يكون على المعاش. شوف انا اقول لك شغله، سالفه المعاش هذه يعني تصدق ورب الكعبه تو صارت هبه جديده. لا شوف صارت هبه جديده تو الحين عندك بالتويتر وبالفيسبوك وبالبي بي ام. ها شفتوا الجدول الجديد مال الكوادر، زياده الدرجه الخامسه، زياده الدرجه السادسه، زياده الدرجه الاولى والثانيه يا جماعه الخير والله العظيم التفقق هذا ما له داعي. انتوا اساسا لو تلحقون على اهلكم اهل اهلكم واجدادكم ما كانوا يفكرون كذي، كانوا يفكر انه يشتغل وياخذ معاشه وهذا. الحين احنا بزمن تطور، يعني لما انت كل شويه تبي تقعد تقول لي والله انا ابي افكر بالكادر وهذا يسولف بالكادر، صارت سوالفهم بالدوامات والله العظيم. قديش وزاره سوري حمود، قديش وزاره ما قاعد يخلصون معاملات الناس، قاعد يسولفون عن شنو؟ والله ما اعطونا الكادر، والله متى يصرفون الكادر؟ زين خلصي شغله نشوف ناس بعدين 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 رجع الكوادر. بعض ما يلامون الحين، الحياه غاليه يعني مو مثل قبل. زين انا يعني مثل انا الحياه غاليه ليش؟ بعد الحياه غاليه قاعد ترتفع. تجار؟ لا مو تجار، خل انت في عندك العالم كله، عندك في عندك العالم كله. انت هذه بورصه العالم كله ترتفع، انت ترتفع معها. النفط انت عندك برميل النفط يرتفع، انت ترتفع معه. كل شيء قاعد يتغير معه. زين لكن احنا لما نبي نقعد نقول والله ان والله الوضع 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 صار عندنا غالي، الوضع هذا انت تقول الوضع غالي بالنسبه حقك انت ككويتي، ينزل لك دعم من العماله، وينزل لك دعم من هذا، وينزل لك من الحكومه قطاع خاص ويعطيك هذا، يعني عرفت يعني في بدلات بعد عندنا بدل. كل مكان انت الحمد لله مو قاصر عليك شيء. احنا ولا تنسى شنو، ان انت بالاول وبالاخير ما قاعد تدفع فلوس ايجار شقه، صح؟ انت عندك بيت، انت كويتي عايش ببيتك، عايش مع اهلك، عرفت؟ لا ضريبه ما عندنا هذا الحمد لله كافي. يعني انت المفروض لما تقول انت كويتي انت تحط ايدك على راسك وتفتخر وتقول اخ انا والله العظيم هالديره هذه معززتني كرمتني معطتني شيء على مستوى العالم العربي كله ما حد عنده. شنو اللي مخرب علينا بعد؟ احنا قاعد نسمع دول اليمن دول الخليج اوه مثلا هالدوله الفلانيه طيحوا قروضها، احنا قاعد ليش ما يطيحون قروضنا؟ ليش ما يطيحون قروضنا؟ رفعوا معاشات. سوري عفوا الحكومه راحت قالت لك سكتك طراق على وجهك، قالت لك روح طب لك قرض 100,000؟ لا اكيد لا، صح ولا لا؟ انا اشوف حمود كالقروض من الفوائد يعني وايد عاليه بالكويت، يعني لو يطيحون الفوائد او يقللونها تنحل المشكلة. بس تقول سالفة القروض يا أخي، حتى سالفة الاتصالات التلفون ايه؟ عندنا هنا مكالمات دولية نار. لا مو بس مكالمات الدولية، أنت مكالمات الداخلية نار. ايه؟ زين أنا بسأل سؤال، اللي ياخذ قرض ويبي انه هو الفوائد تنزل، هو قبل لا ياخذ هم ما عطوا الجدول كامل شو راح يصير؟ هو يضطر هو موافق، هو يكون موافق فهو ما ينصدم فيها بالاخر. شو مرات هاي يضطر شروع عطوه شروحوله وقالوا له بس يعني وفهموه ترى انت على مدى 5 سنين حمود راح ناخذ عليك الفائده الفلانيه. مرات واحد يضطر حمود اي طب يعني مرات عندك خلل بالبيت مشكله، عندك واحد انا شوف الله مريض صدقني هذه ابو جاسم. اذا انت مع القرض مع القرض اللي يكون فيه مثلا ان انت تخدم اهلك فوق راسي، اذا انت قرض تخدم فيه احد من يعني ابوك الله لا يقولها امه مريضه تبي علاج الخارج، هذا انا اقول لك انا احطك فوق راسي. لكن عفوا مع احترامي لك، اذا انت كنت توك ياهل ومطفوق بتروح تدح لك قرض 60,000 ولا هذا عشان تركب لي سياره وانت ما تعرف تسوق اساسا، وعلى اللفه يجي لك راعي تنكر يشوحك وحده تطير تقعد تمشي، وخلوني انا اطلع هالفاصل الجميل هذا وارد وياكم ادفع فواتيرك. لا مو فواتير، فواتير شيء ثاني. مشاهدينا طبعا مثل ما عودناكم احنا الفاصل السريع اللي طلعنا فيه احنا سددنا القروض اللي علينا وردينا، بس طبعا طل بعيني ما حد عنده قرض ما حد عنده هذا، عندنا فلوس بس ما راح نعطيكم يعني. واللي يحب ياخذ من عندي طبعا لازم يقدم لي كتاب رسمي على مبنى الشاهد هنا، يقول يعني انا محمد الجلاد يسدد لي فواتيري بس فواتير البقاله لا اكثر يعني. زين هذا اللي اقدر عليه.
على العموم اليوم احنا طبعا اللي قاعد يتابعونا واللي يحبونا بالفيسبوك احنا ما قرينا كومنتاتكم، لكن الحين راح نقرا كومنتاتكم لان احنا اليوم طبعا يعني راح نقول لكم خبر صراحه يعني هو يعني تعيس جدا ان احنا راح نختم حلقتنا اليوم مبكر، والسبب ان مباراه القادسيه وكاظمه لان هذه على النهائي. لوس لويس اسمه شنو قطينا بدليه اسرار مكانك مبين خخ 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 مبين شروق عليك بالعافيه واسرار منك مبينه. منو هذا؟ ليو لويس الله يعافيك. زين لويس او لويس ما ادري والله صراحه بس شكله لويس. انزين المهم شروق بسك بلعه وتعالي قعدي معاهم خلينا نشوفك. تعالي قاعده معاهم ما لك بس اشرب. انت ترى على فكره يعني ترى على فكره لا كتكات على فكره مضيعه هي. شوفني انا اللي اكل تقط الحكي على شروق. اقل واحده اكل فيهم مو مشكله. اقل واحده اي والله ابوها ما يقدر الا على امها. زين على قولة طبعا معدتنا اكيد فطوم يا حليله شحلاتها قاعده بداخل كنترول. المهم الاستديو عندكم صاير ظلمه من غير اسوره. بعد انتم فيكم الخير. شكرا بعد ما ظلمت بعدين تقول الله العظيم. زين كتكات حمود الازرق اليوم حلو عليك ماخذ منك حته تبين؟ ها دونت كات ثانك يو. يعطيكم العافيه الموضوع الرائع. زين شوشو المخضرمه موضوع قوي يعطيكم العافيه. شوشو المخضرمه البطاله سببها الوافد الاسيوي وتوافقوني الراي. والله شوفي بنت الحلال الوافد الاسيوي يعني هو ما راح ياخذ مثلا سايق يعني الكويتي يعني باحترامي حقك يعني فهمي شنو احنا قاعد نقول موضوع البطاله. البطاله ان الكويتي ما راح يروح يشتغل سايق عند الناس وما راح يروح يشتغل يعني خدامه عند احد البيوت الكويتيه والعوائل الكويتيه. فالوافد الاسيوي احنا قاعد نستفيد منه اكثر ما احنا نقول والله الوافد الاسيوي مو زين. يعني انت اكيد عندكم خدامه بالبيت فكل شوي يا ميري يا شيري يا فيري تعالي وروحي وهذا وانت قاعده كذي وماي وشاي وكلي عند البيوت. فما له داعي يعني نبطل الموضوع هذا. احنا قاعد نتكلم عن البطاله بشكل عام ان الكويتيين ليش سبب البطاله بالوقت الحالي. ماكو وظايف. ماكو وظايف وكل واحد قاعد ياخذ تخصصه وكل شيء قاعد يصير بالواو. هذا انا طيب اللي يجلس سنتين او ثلاثه او اربع سنوات بالبطاله. اكيد العلم اللي تعلمه ودرسه طار وما بقى منه شيء. انا شنو قلت؟ هذا الكلام اللي احنا تو من ساعه كنا قاعد نعلق عليه ويمكن شروق وافقتني الراي. انا قاعد اقول لا يحط ايده على خده وين ما قالوا له انزل او اشتغل كان تخصصه ان شاء الله حطوه بالملاحه. انزين ينزل يصير ملاح ما عنده اي مشكله بس المهم انه يكتسب خبره ويشتغل وما ينسى شنو هو درس. صح. انزين هني عندنا امل السبيعي بقلم اهداء الى احلى برنامج اقروا هذا. لا تلوم القلوب اللي قالت تحبك يا حبيبي انت قلبي من يشبهك. قلبك الصافي تملك هالقلوب وابتسامه تسرق عقول البشر. شكرا يا خوش اهداء. اعطوها اهداء حق امل سبيع. الف تحيه ليو لويس اهلا اهلا يا شباب. بصراحه انا عندي مشكله مو بطاله كثر مشكله ان انك تلقى وظيفه مناسبه لك ولقدرتك ولطموحك ولان احنا نلاحظ ان الكل عنده وظيفه شيء بايخ او ما كان يفضل يروح لها على عكس الاجانب يستمتع ويبدع بوظيفته. زين بالتدريج نفس اللي قلنا يبلش اول شيء اي شيء. احنا يا جماعه الخير هذا الكلام اللي قاعد نقول عنه ان انت وقت ما تجيلك وظيفه لا تحط ايدك على خدك وتنظر. صح. روح اشتغل اتعب اليوم حتى بارت تايم ترى يعني مو مقصرين في بنوك في شركات بارت تايم. حمود ورب الكعبه حمود تدري شنو قاعد يصير؟ يعني احنا بدون ذكر اسامي الدول الخليجيه اللي يمنا المجاوره يشتغلون كل شيء بدون استثناء. كل شيء ما عدا شوف ما عدا الشغلات اللي قلت لكم عنها يعني الوظائف الاسيويه اللي هذه ما يشتغلونها. بس انه شنو؟ الشغل مو عيب. هني يعني عندنا بالكويت صار يعني حتى والله العظيم والله صار انه من كثر ما الشخص هو متملل يروح يبصم ويطلع من دوامه. صح. زين وشنو؟ يجولك مراجعين، يجولك عالم، يجولك ناس تبي تخلص معاملاتها، ماكو احد. ما في احد. زين يضطر انه مثلا واحد مسكين يكون قاعد على كونتر من بين سته قاعدين قاعد يلعبون جنجفه ولا قاعد يلعبون بلاي ستيشن ولا ما شنو وهادين العالم هذا وسكرنا خلاص تصير الساعه 11:45 دقيقه ها والدوام الرسمي 1:30 1:45 خلاص تنتهي عشان انت ترسم عشان انت تطلع. صار لك موقف انت حمود؟ انا والله صار لي مواقف. انت تدري انا يعني مره من المرات اني انا رايح مكان ابي اخلص معامله ووصلت عند الكاونتر شيء هذا شو يقول لي؟ يقول لي ولد عمي خلاص سكرنا. قلت له نعم سكرنا. قلت له ليش انا داش محل دي اي سكرت ولا نفذت الكميه؟ قلت له قوم اوقف كلمني. كان يقول شكلك معصب. قلت له قوم اوقف كلمني.
كان يقول لي شنو في؟ قلت له ايش مكتوب هناك بالزاويه؟ حاطين لافته انتهاء وقت العمل انتهاء. كان اقول له اول شيء احترم اللافته هذه ما في رغابه عليهم مدير. اي شوف تلاقي مديره مو هو اللي مشيشهم. هذا ما كان اذا اسمع هذا اذا اساسا اذا ما كان مديره مو هو نايم ومسلم الزام حق واحد اساسا ما يفتح شيء بالدوام فقاعد هذا ومبتلش. قلت له قوم خلص لي المعامله هذه انا مضطر تعطيني التوقيع هذا لاني انا عندي شيء لازم اخلصه. كان يقول لي تصدق بس عشانك انت ولد عمي يعني حسيتك كذي جدي ومعاملتك صجيه.